موضوعنا هذا اليوم التقينا بالسيد بولس جرجيس الأمين العام لحركة المسيحيين الديمقراطية في سهل نينوى، إحدى الحركات السياسية التي لها دور بارز في سهل نينوى. كان الحديث يدور حول كيفية ومعالجة تحرير محافظة مدينة الموصل والإجراءات التي تتخذ، وتطرقنا إلى مجمل المواضيع التي تحصل اليوم بالساحة السياسية أيضا في الموصل. أنا بودي أن أوضح شيء للإعلام بأنه نحن كنواب محافظة نينوى قبل حوالي أكثر من 10 أيام قبل العيد وضعنا خارطة الطريق باتفاقية الجميع يشاركون بها في كيفية معالجة ما بعد داعش في مدينة الموصل، وتم التصويت عليها في داخل مجلس النواب، وأصبح الآن هو قرار لنواب الموصل. مع كل الأسف من بين كل هاي المجموعة نواب الموصل هناك حوالي 2 إلى 3 نواب يتكلمون خارج هذا السرب اللي هو يعالج المشكلات في محافظة نينوى، ويتهجمون يوميا بالإعلام بطريقة غير صحيحة، والهجوم هو دائما على البيشمركة وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن ككتلة سياسية في محافظة نينوى، التحالف الكردستاني في محافظة نينوى، نحن نستنكر ونرفض مثل هذه الفتن. الموصل هي جريحة، والآن هم هؤلاء يعني عندما يتكلمون حول هذا الموضوع أنا في اعتقادي هي نوع من الدعاية، وباعتقادهم هم ورد اعتبار لأبناء محافظة نينوى، ولكن العكس هو صحيح. إذا كان هم يردون الاعتبار لكل أبناء مدينة الموصل، يحملون هذا الملف، ملف سقوط الموصل، ملف المتهمين بسقوط الموصل، هؤلاء النواب عليهم أن يأخذوا هذا الملف إلى المحاكم المختصة وإحالتهم إلى القضاء، عند ذلك نعرف بأنهم يريدون لمصلحة الموصل. أما الآن في هذه الخطابات اليومية كنا نتوقع منهم شيء آخر، أن يطلبوا من عشائرهم هؤلاء النواب بالانتفاضة ضد داعش مثل ما حصل في الأنبار، حصل في الأنبار بأنه صارت انتفاضة عشائرية ضد داعش، ولكن الآن الحديث مالهم هو التحريض، ويدعون بأنه الحزب الديمقراطي يريد أن يقسم الموصل، وهذا الكلام غير صحيح. يعني عليهم أن يراجعوا الملفات مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، يعني في شهر 1 2014 الحكومة السابقة صوت مجلس الوزراء على جعل مدينة تلعفر محافظة وسهل نينوى محافظة. إذا مو السيد رئيس الإقليم هو اللي قسم الموصل، ونحن ككتلة سياسية في الموصل نحن في وقتها رفضنا ذلك، والآن أيضا لأنه الأمر يحتاج إلى عملية سياسية. هذه المناطق مشمولة بمادة دستورية، مادة 140، ما ممكن اليوم أن تتغير الإدارات بدون أولا أن نطبق المادة 140. المادة 140 إذا لم تطبق سوف يحاسبنا التاريخ، لأنه مرتين حصل لهذه المناطق المتنازع عليها حصل اعتداء على أبناء هذه المنطقة.